يعني من أغرب ما يكون أن يكون الإسلام والقرآن الذي جاء بالرحمة والمغفرة والعفو والسماحة والتسامح يذكر فيه أن رسول الله جاء بالسيف. أي سيف هذا؟ حينما هاجر من مكة إلى المدينة مطرودا، توجه إلى المدينة ولحقه المشركون حتى في المدينة واضطهدوه واضطهدوا من بقي في مكة من المسلمين. وبعد أن فتح الله تعالى على رسول الله وعلى صحابته مكة المكرمة، نظر إليهم وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولا أقول لكم إلا كما قال يعقوب أبو يوسف: اذهبوا لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. أو رسول الله كيف يقدم عند هؤلاء بأنه بعث بالسيف؟